راح أسوي كليتشة، وأيضا راح أسوي كادة اللي نحشيها عصيدة بنفس العجينة. استعملت هنا طحين روبن هود، وايد بنات يسألوني عليه، all purpose flour from روبن هود. خليت هنا كيلوين تقريبا 3 كيلوات راح أسوي، وهسه راح نبدي أعجنها بحليب وزبدة. ليش أخلي حليب؟ لأن الحليب راح يخليها طرية، والزبدة راح يكون بيها شوية قرمشة تكون in between، يعني بين طرية ومقرمشة. استعملت تيبل كريم، إذا ما عندك تيبل كريم تقدرين تستعملين حليب عادي. هسه راح أنا عندي تقريبا كوب، راح أخلي ملعقة كوب بس واحدة خميرة وربع كوب سكر، ننتظر تصير أكتف ونرجع لكم. أنا خليت كوب حليب نيدو لأن ينطيها طراوة كلش ممتازة، يعني عشان تطلع تخبل بحليب النيدو. خليت هيل، ملعقتين أكل وملح، وهسه راح نخبط حتى ننزل الخميرة ونعجن. بعد ما خبطت الحليب، حليب النيدو والهيل والملح، راح أنزل الخميرة ونبدي نخبط. هسه أنزل الزبدة ونفرك العجينة مالتنا، الطحين مالتنا بالزبدة كلها لحد ما تتجانس الطحين يمتص الزبدة، ونرجع لكم. راح ننزل الحليب، طبعا الحليب دافي، نكمل عجن. خلصت العجن، أهم شي العجينة عندكم لا تكون لينة، تكون قوية. هسه راح اتركها تختمر نص ساعة واروح اسوي المرتوخة او العصيدة ونرجع حتى نكمل. اسوي العصيدة، خليت 5 كوب زبدة مملحة وخليت 2 كوب جوز، بدي اقلي الجوز ويا الزبدة، راح اقليهم لمدة 15 دقيقة ونرجع. يعني انزل الطحين تدريجيا واخبط. ثلاث كوب طحين، وراح لين اني راح اسويها حلوة راح انزل السكر هسه حتى يذوب. تقريبا خليت 1 كوب سكر، وبعدين اشوف الحلاوة مالتها شلون راح تطلع. واكو ناس تسويها مالحة، اني اليوم طلبوها حلوة فخليت السكر من هسه. 1/4 كوب واخبط، ما راح اخلي بعد طحين لحد ما اتأكد قوامها صار مضبوط. بعدها لينا راح اخلي تقريبا 1/4 كوب طحين وأهبط. وصلت لهاي المرحلة هيجي، إذا 5 كوب زبدة أخذت من عندي 5.5 كوب طحين. طبعا هاي بعد ما راح تبرد راح تصير يعني تدخن أكثر، تشتد أكثر. وهسه راح نبدي ننزل الشاي، وطيت النار لأن راح تبدي تطفر عليك، ديري بالك. راح انزل الشاي حتى ناخذ اللون اللي احنا نريده. اطفي النار هسه، راح ابقى احرر بيها يعني تقريبا نص ساعة او 40 دقيقة لحد ما يروح طعم الطحين وما يبقى بيها اي طعم طحين. الشاي خليت 1.5 كوب من الشاي، وكلها استعملت ميجرمنت كاب بالعجل وبالعصيدة حتى لا تتخربطون. واذا ما عندك ميجرمنت كاب او كواب قياس استعملي اي كوب عادي، بس ابقي على نفس القياس حتى تضبطيها. هسه نجي للحشوات، هنا عندي فستق وسكر ما خليت هيلبي حتى لا يضيع طعم الفستق، راح نخلي بيه مي حتى يتماسك ويكون سهل من نحشي. هنا عندي تمر وخليت هيل وعجنتها بزيت. هنا عندي جوز الهند وجوز وفستق خبطتهم وسكر، ايضا راح نخلي مي حتى تتماسك. هنا عندي جوز وسكر وهيل، وهذا خليت جوز من دنمارك، جوز دنماركي يجي مثل يكون هالشكل هذا، طعمه كلش طيب. هالمرة قلت اجرب شو راح يطلع. نخبط وايضا ويا مي حتى يتماسك ونرجع لكم. طلعت العجينة، هسه راح نبدي الشغل عليها.
العجينة طلعت كلش ممتازة، بدأت التقطيع. أهم شيء لا تتركيها تختمر هواي، يعني أكثر من نص ساعة راح تفرط العجينة بإيدك، خاصة إذا أنتي وحدك. هسه راح نبتدي الشغل. طلعت فتشي يخبى، شوفوا شلون طلعت كلش ممتازة. بدأت بالجوز لحد ما أكمل ونبتدي بالبقية. خلطة الوجه بيض وحليب ورشة نسكافيه، والفرن على 500 فهرنهايت. وهسه راح ندخل أول صينية للفرن. الفستق سويته بالقوالب هالشكل، حشيتهم سويتهم طوبات وسويته بالقالب. هاي مالت جوز الهند دي بالكادي سويتهم دوائر، وننزل المرتوخة مالتنا أو العصيدة، وراح اسويهم مثلثات. راح نسويهم مثلثات. وهاي بديت مالت التمر، فتحت التمر بكيس نايلون وخليت عليها فستق، بس راح نلفها حتى نبتدي نقطعها. هسه راح امشي عليها الشوبك شوي حتى اسويها فلات. وابدي بالتقطيع مو هوي. وهاي هي النتيجة النهائية للكليج اللي سويتها اليوم من نفس العجينة، والعجينة طلعت فتشي روعة تخبل. أتمنى تكون عجبتكم الوصفة، ونشوفكم إن شاء الله بوصفات ثانية.